السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل: الكشف عن مفاجأة تخص المفاوضات بين الصدر والعامري. الحاج هاد العامري أصبح حلقة الأمان والوصل بين التيار الصدري والأطار التنسيقي، وأن المفاوضات والحوارات بين الصدر والعامري ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد صيغة حل للأزمة الحالية. النائب مهدي تقي الآمرلي رئيس كتلة بدر النيابية.